انا بقطع وغير منتظم في الصلاة. عندك طريقة يا دكتور تخليني انتظم في الصلاة؟ عندي طريقة. ايه هي الطريقة؟ انت بتقطع لسه صلاتك مش ثابتة. اعمل الفكرة اللي انا هقولها لك دي، فكرة عملية جدا. اوعى تنام بالليل انت ومخلص، الا وانت مخلص كل الصلوات اللي عليك. يعني انت فاتك ايه؟ فاتك الظهر وفاتك العصر، مش كده؟ ايه اللي بيحصل؟ الشيطان بيجي ازاي؟ ما انت فاتك الظهر والعصر، ما فيش فايده، ما خلاص، ما راح النهارده، بكره بقى نبقى نصلي، بكره انا ما صليتش امبارح، ما صليتش، صح ولا لا؟ والله اللعبه الشيطان مشهوره قوي، بتحصل كده اهو. ان يضيع منك صلاتين ثلاثه في اليوم، طب والحل ايه؟ الطريقه العمليه جدا، انا ما بنامش بالليل. واخد قرار، خدي قرار الان، الناس اللي بتسمعني، انا ما بنامش بالليل الا وانا مصلي الصلوات اللي عليا. ايوه بس انا فاتني كذا صلاه، صليهم قبل ما تنام بالليل. طب وده ينفع؟ ينفع لغايه ما تثبت صلاتك. تأنيب ضمير رهيب وانا داخل على المخده وانا ميت من التعب، مش قادر انام. النوم بيطير من عينيا من كتر تأنيب الضمير، هقوم اصلي. لو عملت كده لمده اسبوعين هيبقى الشيطان هو اللي عايز يخليك تصلي كل صلاه في وقتها، عارف ليه؟ لانك هتاخد ثوابك مضاعف. ثواب انك صليت وثواب مجاهده النفس، لان انا عارف انك تجمع الصلوات قبل ما تنام تقيله وصعبه، انا عارف انها مش سهله. طبعا مش سهله، صعبه. بس القرار، خليكي جدع بقى، خد قرار.